منتدى المرأة المصرية الأفريقية جاء تحت عنوان مبدعات ملهمات بهدف دعم المرأة في المنطقة وتشجيعها على مواجهة التحديات وتطوير قدراتها ومساندة أسرتها. الحقيقة المنتدى ده مهم جدا لأنه منتدى كتلة ستات المرأة القدوة. المرأة دايما أو السيدات عندهم طاقة كبيرة جدا للعطاء، بنشوف الطاقة دي في عطاء للزوج، للأبناء، للمجتمع، ملموس جدا من خلال النهاردة إزاي بنقول المرأة إزاي تكون عضو فاعل في المجتمع، مش بس مسؤولة عن تربية الأبناء، ولكن أيضا المرأة اللي بتشتغل ما عندهاش مشكلة، فهي بتعمل، ولكن اللي ما بتعملش هو ده اللي تركيزنا هيكون عليها النهاردة من خلال المنتدى، وهو تحقيق التنمية المستدامة للمرأة. كيف تتحقق؟ عن طريق المشاريع المتناهية في الصغر والمشاريع الصغيرة، وإزاي نبتدي نعلم المرأة وتكون قدوة في أن هي تحقق دخل كبير ليها. شمل المنتدى معرضا للمنتجات اليدوية لإبراز قدرات المرأة على الإبداع والعمل والقدرة على تحقيق المكاسب المادية من المنزل من خلال إنتاج منتجات وعرضها بالمعارض الدولية. النهاردة أنا يعني بدعم جدا وفرحانة جدا بالمعرض التراثي أو الهاند ميد أو الشغل اليدوي بتاع مجموعة الشباب المعروض في المنتدى. إن احنا بنقول بأبسط التكاليف ممكن نعمل مشروع بسيط جدا بمجرد 200 جنيه، هنجيب خرز من العتبة وبالموسكي وهنعمل الحاجات شغل الهاند ميد. في ناس غاوية الشغل ده جدا. كل واحدة تقدر تكون هي فعلا القدوة وهي المنفعة لبيتها والمسار حياتها والهدفها. تبنى المنتدى ضرورة الإيمان بقدرة المرأة على النجاح مهما كانت التحديات، انطلاقا من مبدأ المساواة ونجاح المرأة العربية في كافة المجالات التي تدخل إليها، وأن طاقة المرأة تمكنها من رعاية أسرتها وتحقيق ذاتها. من القاهرة سحر جمال، اليوم.